السلام عليكم، صباح الخير. صحي توت، لاباس عليكم؟ بخير عليكم. اليوم رانا في الكوتي هذا الشباب في هذا المنظر الجميل، رانا دخلنا واحد امتي فوري صغيرة، غابة صغيرة ومجانا المشي فيها، راهم قلعوا قاع الغازون. فاتو الخضورية، هذه الخضورية زيد اعطيها واحد دو موا تولي هذه كاع بالثلج، ونجي ان شاء الله نجي هنايا نصور لكم وتشوفوا البيزاج كيفاش يتبدل. مي اليوم راكم باغي نوري لكم حاجه شابه. كي انا ونساكن مانيش بعيد بزاف على على لا بلاج، سيتو الدوزيام بلاج هذا قريب عليا. انا كنت ساكن هنايا ما با 20 مينوت مشي، وهادي اون فاس ليا كيما قاعدين تشوفوا، هادي الشركه تاع تصفيه المياه اللي تنقي تما يجيبوا الماء من لاك. بصح في الميكانيك تاع الفيلوات ما انا ما نبغيهاش، تنرفيني تابسه. المهم اليوم راه ما كان حتى واحد، كاين الطريق هذه تقدر تجي من الطريق هذه وتروح منه، هاي جاي لوطو من كاين موف نجي كيما لكاتجوي هنايا عيد الاستقلال تاعهم، الاستقلال تاع البلاد هذه، واحد الغاشي اللي يجي خاطرش كات جوي تاع العام اللي فان قلت له هنايا بالليل، وقيلها فيديو حطيته في فلاش نتاعي، حطيته فلاش نتاعي كي نلقاه نحط لكم البارتي تاع في الفلاش نتاعي، باش اللي باغي تشوف يشوف. بصح جاي بالليل انا ما اعتقدش اني تشوفه مليح. في البارك هذا كما قد تشوفوا، تشوفوا مديرين كاين حيوانات، كاين كلش، كاين دابا كما نقولوا حنايا داكس وهما لي كانار بالهين، وعندكم هنا قرياد. تجي هنايا عندك لو دروا باش دير قرياد، تجي هكا تجيب لا فامي تاعك ودير باربيكيو. هاي قرياد هذه هي.